رجل اشترط في حجه وقال اللهم محلي حيث حبستني، ثم تعرض للسلطة السعودية فلبس ملابس الإحرام وأكمل المناسك، هل عليه شيء؟ نعم، عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما محلي حيث حبستني إن أراد أن يتحلل تماما من الحج فلا شيء عليه، لكن إن أراد أن يتم يلتزم بتبعاته، والله أعلم.